تنضم إلينا مراسلة المملكة من رام الله نهاد حجازي. نهاد أهلا بك. إذا نتحدث عن أكثر من 5100 حالة وفي ظل هذه الأوضاع الآن في فلسطين، كيف يبدو الوضع الآن بالنسبة للإصابات؟ نتحدث عن القطاع الصحي في البداية نهاد إذا سمحت لي، عن الأعداد، الإصابات وآخر التطورات أيضا. نعم عبد الله، يعني العدد تجاوز 5000 بمجمله، هذا عدد الإصابات، و23 وفية منذ انتشار الوباء في الضفة الغربية، وقابل العدد قابل للزيادة ضمن الإحصائيات التي تسجل يوميا في الضفة الغربية وخاصة في مدينة الخليل. يعني مسؤول ملف كورونا في مدينة الخليل أكد أن رقعة الإصابات في المدينة تتسع وقد تصل للآلاف، وأن هنالك عدد كبير من المرضى لم يكشف أنهم مرضى حتى هذه اللحظة لأنهم لا تظهر عليهم أعراض، ومن المتوقع أن يكونوا بين يعني موجودين بين الناس الأصحاء ولا أحد يعلم عنهم. وخطورة الوضع يكمن في أن الصحة حتى اللحظة لا تتمكن من الوصول لدوائر المخالطين. يعني مدينة الخليل هي أكثر المناطق المتضررة بانتشار الوباء فيها بسبب الكثافة السكانية الموجودة فيها وانفتاح بعض المناطق فيها على أراضي 48. وبالطبع عبد الله، يعني لا شك أن القطاع الصحي إن وهنالك شكوى من نقص المعدات الطبية، وأيضا هنالك سيكون في الأيام القادمة كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أيضا نقص في عدد شرائح البحث إذا لم يتم الحصول عليها من الدول الخارجية. نعم. نهاد، يعني تحدثت عن صعوبة وصول القطاع الصحي وفرق التقصي إلى المخالطين سواء من الدرجة الأولى أو الثانية، الأسباب هذه الصعوبة، هل نتحدث عن نقص لربما في الكوادر الصحية، نقص في الأجهزة، أم نتحدث بأن مسألة السيطرة على المخالطين وتتبعهم هي بحد ذاتها الصعوبة للكوادر الصحية؟ نعم، اولا عبد الله، يعني في مدينه الخليل لم يكن هنالك اي التزام من قبل المرضى ومن قبل المواطنين، كان هنالك صعوبه بضبطهم، حتى المرضى منهم في البدايه لم يكونوا ملتزمين بالحجر الصحي، خاصه ان معظم المرضى الذين لا يستدعي وجودهم في المستشفيات محجورين في منازلهم، وتم ضبط عدد منهم يتجول في الشوارع في الفتره الاولى من انتشار المرض في المدينه، وكان هنالك اجراءات قانونيه بحق هؤلاء. اذا الفكره الاولى والسبب الاول هو عدم التزام المواطنين. المساله الثانيه هي عدم وجود مراكز حجر كافيه لوضع المرضى فيها، وهنالك ايضا نقص في عدد المستشفيات التي تستقبل المرضى الذين يحتاجون لمستشفيات يعني متابعة العلاج داخل هذه المستشفيات. بالأمس كان هنالك تصريح من قبل أحد الأطباء في مستشفيات الخليل أنه قد يحتاج لإخلاء جميع المستشفيات لوضع المرضى مصابي كورونا فيها. وأيضا هنالك نقص كما قلت في المعدات الطبية، في أجهزة التنفس الاصطناعي، يعني عدد من المرضى موجودين على أجهزة التنفس الاصطناعي سواء كان في مدينة الخليل أو في المدن الأخرى في الضفة الغربية، وهنالك حاجة لعدد أكبر، خاصة أن فقط 350 جهاز تنفس اصطناعي موجودة في الضفة الغربية، ويعني عدد الإصابات يوميا تتفاقم ويعني تنتشر بشكل كبير. جراء هذه الحالة التي تصفينها الآن نهاد، هناك إجراءات حكومية في المقابل، نتحدث عن إغلاق خمس محافظات، إغلاق المحافظات لخمس أيام، ونتحدث عن تمديد الحظر. الإجراءات المتبعة الآن في ظل هذا الوضع كيف تبدو، وهل هناك نية لربما للتشديد بشكل أكبر؟ نعم، أولا تم تمديد الإغلاق الشامل في جميع محافظات الضفة الغربية منذ الأمس، بدأ التجديد اليوم، وهنالك توقع أن يستمر أكثر من 5 أيام في حال بقي الوضع على ما هو عليه في الضفة الغربية وإن لم يكن هنالك ضبط لعدد الإصابات. المواطنون بالأمس كان من قبلهم اعتراض كبير على أولا تمديد الإغلاق، وثانيا أنه يعني إغلاق شامل وفتح بنوك، يعني كان هنالك تداول وحديث في الشارع الفلسطيني بأنه كيف يتم إغلاق المناطق وإغلاق الاقتصاد وإغلاق
المؤسسات يعني التي هي مصدر لرزق المواطنين، وفي المقابل تفتح البنوك وهنالك التزامات مادية عليهم. هذا ما أدى إلى يعني صدور تصريح من بعض أصحاب المحال التجارية أنها لا تلتزم بهذا الإغلاق في حال بقيت البنوك فاتحة أبوابها، وأنها ستعود للعمل من جديد وستفتح أبوابها رغم عن الحكومة. الحكومة كانت قد أكدت بأنها ستضطر للجوء إلى المخالفات المادية، وأيضا يعني في محاولة للسيطرة على الوضع قد تفرض مخالفات أيضا، وقد يكون هنالك اعتقالات لغير الملتزمين في محاولة للسيطرة على الوضع في الشارع الفلسطيني. هنالك خوف من الحكومة أن تفقد السيطرة على المواطنين وأن لا يكون هنالك أي التزام من قبلهم. عبد الله، الوضع يعني يتجه نحو الأسوأ، هنالك اعتراض من قبل المواطنين على إجراءات الحكومة، هنالك تساؤلات كثيرة تطرح وليس لها أجوبة واضحة. نعم، يعني من ضمن التصريحات أيضا لننطق باسم الحكومة، نهاد إبراهيم ملحم تحدث بأنه وجه دعوة إلى المواطنين في الداخل بالامتناع عن زيارة الضفة الغربية، الضفة بشكل عام خلال الفترة الحالية، وهناك أيضا بعض المواقع تورد بتحذيرات من كارثة وبائية في المناطق المصنفة جيم، من كارثة وبائية، وهي لربما تتعلق الآن بجانب الاحتلال الإسرائيلي وطريقة تعامله مع هذه المناطق. كيف يمكن وضع يعني تصور لهذه المناطق وأيضا الدعوة التي أطلقها إبراهيم ملحم؟ نعم عبد الله، أولا بالنسبة لمناطق جيم أو مناطق سي، وهي التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بل هي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، هي الآن مفتوحة تماما، ليس فيها أي نوع من الإغلاق وليس فيها أي نوع من الالتزام، سواء كان من المواطنين وسواء كان من قبل الاحتلال الذي لا يأبه في هذه المناطق، بل على العكس تماما يعطي الحرية التامة للحركة. وهنالك أيضا من يسكنها يحملون الهوية المقدسية، يستطيعون التنقل بين القدس والضفة الغربية بأريحية دون أن يعني يمنعهم أحد. من منذ بداية انتشار الوباء تحدث أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني وطلب من المواطنين عدم يعني التحرك بطريقة عشوائية، خاصة في هذه المناطق التي قد تكون موبوءة ولكن لا يعلم بها أحد. التنسيق الأمني ووقف التنسيق الأمني لعب دور كبير في انتشار المرض في هذه المناطق، خاصة أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تدخل قواتها الأمنية لهذه المناطق، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه بها ولا يأبه ماذا يدور هناك. أيضا رجال الأمن الفلسطينيين على الحواجز التي تسمى حواجز المحبة يوقفون السيارات التي تحمل النمرة الصفراء والتي يعني يقودها إما حملة الهوية المقدسية أو سكان 48، يمنعون من يحملون هوية 48 من دخول الضفة الغربية في محاولة لضبط الوضع وعدم حمل المرض إلى الضفة الغربية. يعني عبد الله أنوه بأن أعداد الإصابات في الداخل المحتل تجاوزت 32,000 إصابة، والعدد أيضا قابل للزيادة، خاصة أن اليوم وقبل قليل تم التأكيد على أن جانت زعيم حزب أزرق أبيض دخل للحجر الصحي بسبب حالته التي قد يكون حاملا للوباء. أشكرك على كل هذه التفاصيل نهاد حجازي، مراسلة المملكة بالرام الله، شكرا لك نهاد.